شو معنات هاي الرسالة؟ ما بعرف رهف. طيب يا ترى شو عملوا فيني؟ لازم روح على القصر العدلي، ممكن يكون في بصمات على الرسالة. ما بتوقع هالشي. كيف يعني؟ ما قدرت لاقي أي دليل، ما راح يتركوا بصمات. مراد أنا خايفة كتير. لا تخافي رهف، ما راح أتركك لحالك. مراد بدي روح على المستشفى. راح آخذك. تفضل. معلم صفية خانم هون. تعرف شيء إن انخطفت؟ لا، خليها تفوت. فينا نتعشى اليوم مع بعض؟ أنا غيرت رأيي. ها رهف هون؟ أهلين. شو بك رهف؟ ولا شي. مين يلي بده يبلغ مراد على مدار؟ رح نتبع قواعد المجلس. أنا بخبره. سيد نظام الدين، إذا عندك وقت بدي أحكي معك. طبعا. إذا ما عندكم مانع بشارككم القعدة، لأنه عندي شوية مشاكل. أنا رح روح، خاطركن. إن شاء الله بكرة منتفق ومنرتاح كلياتنا يا حبيب. حاجتنا كل يوم بقى روح وتعا وتعا وروح. خاطركن يا جماعة. ضل؟ لا ما في داعي، رح نحكي. ماشي. مراد عمل يلي عمله، سمعت؟ ما عاد يعمل لك شيء ابدا، ومستحيل. اذا طلع اسماعيل لبرا انت البارون ضياء. نحن رح نعملك بارون، هذا وعد. يحيى يا نفس المنظمة. أي منظمة؟ المنظمة اللي قتلت بابا هي اللي خطفتك، لأنه مراد عم يلاحقهم بعتوا له هالرسالة. الرسائل والرموز مهمين كتير عند هاي المنظمات، خصوصا رموز الباكاني اللي هو دين قديم. بعتوا لنا كرت كرسالة قبل وفاة بابا مرسوم عليه أفعى. صفية ما في هيك منظمات بتركيا. ليش بتفكر بالمنظمات التركية؟ أنا عملت بحث، مطرح ما لقوا جثة بابا منحوت على الحجر يلي بجنبه رموز الباكان، وهالرموز موجودة بأهم الدول. ليك موجودة بهاللوحة. لوحة أهم الأماكن باسطنبول، ولوحة برج البنات.
مين عمل لك الديكور هون؟ كفاح عم بيضايقني كتير، بدي حاربه بس ما فيني هاجمه قبل ما ارتب اموري. فينا نضغط على الخارجية، انت شخص دبلوماسي بالنهاية ورح يبعدوا عنك. لا تنسى ايد كفاح واصلة لجوا، وكل اصبع بايده بهز بلد ما قدرت امسكها. رح يعملوا كل شي ليفرقونا، وهلأ انا كل همي انه نتوحد مع بعض وما نفترق ابدا. بس لهلأ ما قدرنا نختار زعيم لمجلسنا بعد وفاة القرخانلي. طبعا بس نحن كيف رح نقدر نتفق؟ اسماعيل فانونو بيبتزني وبهددني وبيجي بيطالبني بدليل. لا تنسى الأدلة بقواعدنا، وانت بتعرف هالشي. انت دعمت ضيا بيك بسبب علاقته القوية مع مراد، بس لازم تعرفوا انه ضيا ومراد علاقتهم مو مثل الأول. إذا كل دقيقة بيتغير الصديق وبصير عدو، شو بدي ساوي؟ كل ما يكون في مرشحين أكيد رح يكون في منظمات وأشخاص بدهم يأسروا فيهم، وسبب تغيير الموازين هو ما في عنا قائد شخصيته قوية وإله نفوذ وما بيتأثر بحدا. موجود والحمد لله. أخ نظام الدين، أنت بتعرف مراد على مدار مو هيك؟ الحقيقة بعرفه بس مو كتير. يا ريتك حسن تتعرف عليه أكتر. أنا بحياتي عرفت ثلاثة بيتعاملوا مع الأزمات بدم بارد، السيد قرخانلي وإنت ومراد علمدار. ما في مهرب من الواجب سيد نظام الدين، يا بتكون أنت البارون أو مراد علمدار. بصراحة ما عندي أي نية لترشيح نفسي. بالحقيقة إذا قنعنا مراد ليرشح حاله أكيد رح ننتخبه. في إله ثلاث أصوات، إذا صوت له السيد نظام الدين بيكون تمام. لساته شاب صغير. ليش قديش كان عمره قرخانلي لما استلم البارونية سيد نظام؟ وين سارة؟ بالطريق. وانتي شو عم تعملي هون؟ بدي احكي معك شوي. ما في شي نحكي. انت يلي عملت كل شي مو هيك؟ لك انتي شو عم تخرفي؟ حرقت الشاب المسكين مشان ما يحكي مو هيك؟ ولك كيف بتحط مرتك بحضن رجال غيرك؟ لأني عرفت منك ومن بنتك. استحي على حالك، انت استأجرته وانت يلي بعدته، انت سجلت كل شيء، انت يلي عطيتهم شريط ولعبت فينا. يلا انقلعي من هون. إلك كان اسمعني منيح، انا ما رح روح من هون لتقلي كل شيء. بحرقك وبحرق بنتك، انقلعي. كفاح وقعني بالفخ، كان له ايد بهذا الموضوع قبل مقتل خسرف آغا، بعت السكين وجماعته وتسبب بقتل خسرف آغا، وبعدين اجا وفرق بيناتنا كلياتنا، وبعد ما قدر يفرق بيناتنا خلى نسرين توقف مع الروس، وهيك خلاني برات المجلس، وبعدين اتظاهر انه عم يحاول يدعمني من شان انا اكون البارون. كفاح يلي اعطاك شريط اسماعيل؟ مزبوط. وبعدين سجلوا كل حديثي مع اسماعيل. الشريط كان الفخ الكبير لحتى انطرد من المجلس. شو هدفه؟ كفاح بده يسيطر على كل التجمعات
حاول استبعاد الروس وهلأ عم يلعب مع بشير. ضيا بيك وانت غلطت كمان لأنك ما سمعت مني. معك حق. شو ما قلت في سبب واحد لأبقى عايش. أنا بدي ضل عايش منشان رد له نصاع صاعين. وأنا ليش لحتى ساعدك ضيا بيك؟ شو اللي بيضمن لي إنك بكرة ما راح توقف ضدي؟ أو شو اللي بيضمن لي إنك صادق؟ أنا غيرت دفة السفينة قدام كل الموج العالي من دون ما أزعج حدا، بس بالنهاية أنا اللي كسرت دفة التوجيه. أنا جاهز لساوي شو ما بدك. تلتقي مع كفاح. لا تحسسه بشي. إذا هو عرف إنه انطردوك من المجلس أكيد رح يكون عنده خطة لهالشي. تظاهر إنك معه. وبعت لي كل الأخبار مع نسرين لأنه جيتك لهون مو بصالحنا. كنت رح أقتل مراد على مدار، بس للأسف كان ابني معه ما قدرت. شو طلب منك؟ خطفوا حبيبته. سألني إذا نحن عملناه. إجا منشان حبيبته؟ الكل عنده نقطة ضعف. حذرتك بخصوص ضعفك. السفر مو أأمن منشان ابنك؟ معك حق، أنا غلطت. منذر في شي بدك تقوله؟ لا ما في. روح لك. أنا سلامتك. دقيقتين وبيجي الدكتور. جيب لك شي تاكلي حبيبتي. لا ما بدي. جنان خايفة كتير. لا تخافي خلاص. شو بدي أقول لأمي؟ قولي لها يلي صار معك رهف. يا جنان أنا بعرفهم مستحيل يصدقوا هذا الشي. فقت ولقيت حالي قدام برج البنات، مستحيل يصدقوا. منحاول نقنعهم. جنان بلكي عاملين فيني شي. شو جنيتي رهاف؟ ايه ما فيكي شي. عفوا اذا بتريد. ليش حابس؟ ما في شيء. تعرف وين كنت وهلا وين صرت؟ لساتني بمكاني. حاسس حالي عم دور بنفس المكان. لا تغلط بحق حالك. شو صار بانتخاب البارون؟ البارون
انت رح تختاره. مراد على مدار، انت هلا عضو مجلس، والقسم رح يكون بكرة. عن جد؟ اختاروك بالمجلس وباتفاق الكل، وحتى اختاروك بدل ضيا الكبير. بشو عم تفكر إلي؟ مراد لك نحن رح نحكم البلد مع بعض. فيك تمهلني شوية وقت؟ لا تؤخذني ما رح شاركك حماسك، ورح تعذرني أكيد لما بتعرف السبب. ما رح تقلي شو صاير معك؟ مو هلأ. خليل إبراهيم كبار عم يطلع من المجمع بنفق سري، اسم المشفى وسيارة الإسعاف وكل شي مكتوب هون، بتجيبه الصبح. تحت أمرك سيدي. بتروحوا بتعطوا ملف تركي قنطرجي للشرطة ويعتقلوه الصبح، لأنه انتهى دورهم باللعبة. مرضت من سيارة الإسعاف وصفارت عم تزعجني. عندي إحساس إنه الشرطة عم تلحقنا. ألو دايا، ميماتي على الخط. إيه أنا عم دور على ميماتي، ما عم لاقيه. أحكي تفضل. في موضوع مهم، المعلم مراد بده يحاكيك. نلتقي بالمكتب ولا برا؟ لا تروح على القنصلية، تعال لهون وشاك. على رأسي وعيني. معلم، في عنا حالة إسعاف، استعجل وشغل لي هاي. أعطوني قطن لأدني. وانت ليش عم تحط قطن؟ إذا صار معنا شي مين بيسمع؟ يلي مكتوب هون ما بده أي تفسير، راح يلاقوك. مين هدول؟ ما راح تعرف لحتى يلاقوك. وثنيين؟ ما بعرف. ماسونيين؟ أكيد لا. بلوموناتيين؟ ما بعرف. بتعرف السيرك منيح وما بتعرف مين مديره؟ لا. شو بدهم مني؟ العب بالسيرك؟ هن نختاروك. طيب ليش؟ بسبب القرخانلي؟ بسبب ابنه؟ بسبب علي؟ بسبب مراد؟ يمكن يكون لهالشي أو ولا شي منهم. كل هالشي كذب. هدول شوية مجانين عم بيكذبوا لحتى يخوفوا الناس. أنا ما بعرف شو بيشتغلوا ولا بعرف شي عنهم، وكمان ما بعرف مين هنن. شو بدي ساوي؟ عم يمتحنوك، رح يقرروا إذا أنت بتقدر تخدمهم ولا لا. مستحيل اخدمهم. المكان اللي أنت عم تخدمه مبين وطنك. مو قلت لي عملية وادي الذئاب خلصت؟ برأيي إنك بلشت من اليوم. أنت قدمت كتير لهالوطن،
بس لحتى تقدم له أكتر لازم تكون الأقوى. بنتي يا عمري إرهاف. ماما أنا هون. إلك الحمد والشكر يا رب. مين عمل هالشي؟ بعدين بقلك. سلامتك. شكرا بابا. الله يرضى عليك. الله لا يفرق بين أم وولادة يا عمري. أنا آسف أختي لأنه ما حميتك. أنا منيحة إياد. اشتقت لك كتير. تفضلوا عدو. إيه شبك؟ ليش عم تدفش؟ شو قال الدكتور؟ قلت لك ما فيها شي. ليكي عم تخبي عني شي؟ رهف متوترة شوي. عطينا نوع مخدر رح نعرف شو هو بعد التحليل. هاي هي كل القصة يا حكمت. والله خايف ليكونوا عاطينا شي. شربي شاي بنتي. في واحد زعجته بقضية. انزعج كتير وحب يهددني بس ما عمل لي شي. بس صار يصرخ ويعيط وهددني. معقول هالشي؟ بيخطفوكي هيك من الأسانسير؟ إذا رح يتركك ليش لا يخطفك؟ خاف لأنه عرف أنه مراد عم يلاحقه. يا الله إمتى رح يبين علي بقى؟ يجي مشان نزوجكم ونأمن عليكي وارتاح. عم تفكري بورتة قرخان لي مو ماما؟ نعم. شو هالحكي؟ أنا عم فكر بمصلحتك يا بنتي. قدرت أني فوت لمكتبه وبلشوا يوثقوا فيني. مراد على مدار ما رح يشوف ضوء الشمس. هذا آخر أمر. أنا تحت أمرك معلم. الهدف بهالعملية كتير غامض. أبداً ما رح نقدر نعين استراتيجية. عندك هدف. كون أيمن أو علي أو مراد لتوصل للقاتل الحقيقي. يعني لتوصل للي قاتل قرخان لي واللي كانوا عم يستغلوه ليستغل الشعب. وتكون الأقوى. صرت عضو بالمجلس. كبس الزر. بس لسه ما وافقت بشكل نهائي. قلت لي احذر من كفاح. شو خطته؟ طلع متفق هو واسماعيل وعم يستخدموا شخص من الدولة. مدحات. هنن اللي بعتوا السكين وهلأ بدهم يصفوا السيف وناويين يصفونا عن طريق ضي اللاظي. جهزوا ملف عن تركي. لازم نخفي هالملف. ما رح نقدر نخفي. أنا بحاجة تركي. رح شوف. وما بتقربوا من خليل. هربان؟ ما بيهمني. أنتوا لازم تقدموا لي كل التسهيلات. مو عم تقول لازم اختار؟ فإذا أنا اخترت الدولة. ومشان وصلن بقعد بحاويات الزبالة. بس حتى ما يضل ولا مصاص دم بدي منكن تدعموني بكل شي. طالما أنا لساتني عايش ما رح حدا يقدر يوقف قدامك يا سبع. معناتها أنت لا تموت لأني رح كون الأقوى. وانزع اللعبة. انت اللي رح تأسس اللعبة وهنن رح يكونوا البهلوانيين بالسيرك وانت صاحب السيرك. انا بعرف مين ورا الشي يا كفاح. اسماعيل رح يدفع الثمن غالي لخيانته إلي. رح أحرقه هو ومرته بنفس السيارة.
ضيا بيك، مين حطه بدالك بالمجلس؟ مراد. اسماعيل لساته ابن امبارح، سيف دبر هالشي. رجع عرف لي البارون. مراد، تركي، خليل، سيف، الظاهر نظام الدين رح يوقف معهم، والسيف البارون. ليش سيف ما بيعرفني؟ كمان كان بيعرف خسروف آغا. هلأ جاء وقت الانتقام. هنن مفكرين انه نحنا رغبانين ببارونيتون، بس نحنا رح نبيد المجلس ويلي فيه ونبنيه من جديد. اليوم رح قتله لسيف. بيتوقع اعمل له شي هالليلة، اجلها لبعدين. رح يتوقع من برا مو من جوا. لما بينزف مثل الكلب رح نشرب هون فنجان قهوة مرة. انت عندك حدا ببيته؟ فيني فوت 1000 شخص لبيته. كيف؟ قلتيلي خطفوا راف؟ خطفوها. هلأ فهمت. سألته ليش مزعوج ما جاوبني. بعتوله رسالة. هنن قتلوا محمد لأنه مراد عم يدور عليهن. بعتوله رسالة لا تدور علينا أحسن لك. أو بجوز لأنه رهف خطيبة مراد قالوا له أنت لا تتدخل. كيف صار بابا بارون؟ ما بقى فيكم تخبوا عني شي. أنا بشوف وبسمع. كان أبوك عنده هدف بهالحياة، إنه يكون الأقوى. بجوز حالفوا الحظ، بس كان يلتقي دائما مع أفضل الأشخاص بأفضل الأوقات وأسس المجلس. المجلس له علاقات دولية شيء؟ طبعا، في مجالس بأكثر الدول المهمة. معناتها بعضهم سمحوا لبابا يكون البارون واعترفوا ببارونيته بعد ما صار بارون. صحيح. قبل ما ينخطف ابني مراد وقبل ما يرجع المرحوم محمد اتصل بالتليفون. كان تعبان كتير. أنا سألته شو صاير معك؟ قلت له شوفي، قال لي ما في شيء ابدا. بعدين قال لي بيعرفوا عنا كل شيء. مين هنن؟ سالته هالسؤال، قال لي انه ما بيعرف عنهم شيء. لازم تكون تعرف بهالشيء. الشيء اللي انا بعرفه، قبل ما يصير اي شيء بتركيا كان أبوك يختفي ويرجع بعد فترة ويقرر تعامله مع الوضع. مثل؟ مثلاً 11 أيلول. جيت حتى هنيك. ألف مبروك. مشكور. حتى لو ما دعيتني كنت جاي. في عندي فكرة يمكن تهمك. قبل ما تحكي، في مشاكل كبيرة. شو هالمشاكل؟ ملفك.
طلبتني بابا؟ رح بتروحي لعند مراد. وليش بقى؟ في موضوع لازم تروحي تحكي له اياه. بتقولي له اني حكيت مع كفاح. كفاح رح يقتل سيف ورح يقتل مرت البارون وبنته اليوم. ماشي ماشي. اهلا وسهلا. اهلين فيك. عدم المؤاخذه مراد بيك، لما قلت لي بسرعه فتحت الزموره. اذني عم طن، ما عم بسمع شيء. بس لازم تسمع كلامي، تفضل. بلشت اسمع. شو عم بيصير معه هالمجنون؟ المجنون كفاح. ايه والله جانين كتير وعم يزعجني كتير هالأيام، بس للأسف إيدي مربطة. إذا عم بيخطط لشي نحن جاهزين له. شو عم تساوي عندك؟ شو عم ساوي يعني؟ ناطرك. وليش حضرتك تأخرتي؟ عطيتك موعد. ولشو المواعيد؟ مو على أساس كسرنا الحواجز. شو اللي كسرناه؟ أنا مقروقها. أخي مراد، مع إنه شخصية كبيرة وبيحكم اسطنبول ومشان يقضي شوية وقت مع حبيبته رح نضل معه. ليش مزعوج؟ لأنه ما في وقت شوفك، ما بيكفينا يوم. أنا أجيت لشوفك وبعدين رايح دغري. هلأ مراد مو تركي؟ كبر بأوروبا. بس بوعدك بأقرب فرصة رح أعزمك على أطيب أكل بالمطعم اللي بياكل فيه أخي مراد. لحالنا بس أنا وياكي. وين هالمطعم؟ يقبشني هالوش ودخيل هالعيون. شو باي انتك انبسطت كتير؟ حابة أعرف وين هالمطعم. مطعم كتير حلو. Oh,
مراد، أنا جاي أتشكرك على الشريط. أبوكي شو قال؟ السيد كفاح عنده خطة، هو ناوي يقتل السيف ومرته لقرة خانلي وبنته هي الليلة. شو؟ يلي بعرفه إنه ببيتهم في نفق سري. هلأ فهمت كيف نادية كانت رح تهرب بعد ما قتل القرة خانلي. ما فهمت عليك. لا لا ولا شيء. وشو كمان؟ يلي فهمته إنه كفاح وبابا رح يكونوا موجودين ببيتنا وقت العملية. نسرين، في شي ببيتكم نفق سري؟ هيك المفروض. مو هاد ولا هاد؟ اليوم قال لي مراد قرري وين حابة تروحي وباخدك لوين ما بدك. بالله وامتى؟ بعد شوي. ايه وقال رح يعمل اللي بدي اياه. وشو يعني؟ انا اللي بدي اسألك شو يعني هذا الحكي. رح يعرض عليك الزواج؟ ايه طيب وانا شو بدي اعمل وقتها؟ مو قالك انه بيساوي اللي بدك اياه؟ قولي له بدنا نتزوج. جنان معقولة قل له هذا الحكي؟ رهاف متوترة، كل شي عم يجي ورا بعضه، أنا ما عم بعرف شو بدي ألبس. وليش قال لك هالشي؟ ما بعرف، أنا ما فهمت شي. شو ناوية تساوي هلأ؟ اسمعي شو رح ساوي. رح أتغالز عليه وأكيد ما بيقدر يقعد معي ساعة. ما بشارتك بنوب، إذا ساويتي هيك رح تعجبي أكيد وبيجوز ياخد قراره ويتجوزك. لا ما بتغير. ايه